صباح نشاط، صباح الطاقة على كل مشاهدينا فقرتنا الرياضية. أغلب الأشخاص يعانون من مشاكل وتأهل بعضلات البطن، لذلك اليوم رح نطبق تمارين أرضية تساعدنا بشد وتقوية عضلات أسفل البطن. رح ناخذ حركات بسيطة من وضع الجلوس، حاول ناخذ سنجل ليج ثلاث تو كيكس. ممتاز، تمرين بسيط ساعدنا بشد عضلات البطن والكوع. ممتاز، رح ناخذ 5 4 3 2 1. ممتاز، نصعب الحركة أكثر، ناخذ ليكس كلها. ممتاز، رح ناخذ 5 4 3 2 1. ممتاز، من 10 إلى 20 عدة كل حركة قاعد نسويها بحركات بسيطة. نحول هذا البوزيشن، جسمنا مشدود، ناخذ نيستي البوز سايد. ممتاز، سايد، عافية عليكم. دائما جسمنا مشدود، فشلينا بالهواء، نحاول نشغل عضلات البطن كلها، عافية عليكم. رح ناخذ 8 عدات، 8 7 6 5 4 3 2 1. ممتاز، حاول نصعب الحركة أكثر وناخذ قفز 5 عدات مباشرة. 1، ممتاز، 2، 3، 4، 5. عافية عليكم. تمرين صعب، ناخذ نفس، من ثم نطبق تمرين البلانك. حركة البلانك أغلب الناس تعرفها بهذا البوزيشن، ونظل ثبات من 20 إلى 30 ثانية. طبعاً الورك دائماً يكون مشدود بمستوى الجسم. نحن نأخذ 10 ثواني، إحنا ممكن بالبيت نسوي من 10 إلى 30 أو 40 ثانية. ممتاز، عافية عليكم. إذا أريد نصعب الحركة أكثر، وضع البلانك ممكن نحرك الليكس سايد تو سايد هذا البوزيشن. أجين، يلا صبايا، ممتاز، 1 بالجانب، حركة بسيطة، عافية عليكم. ممتاز، رح ناخذ 5 4 3 2 1. ممتاز، تمارين مهمة جدا حتى تزيد من قوة عضلات البطن، وبنفس الوقت تشد التأهل اللي عندنا، يصير خاصة الناس تعاني من التأهل بهاي المنطقة. لازم نطبق من 10 إلى 20 عدة وندخلها من ضمن روتين تدريبنا على 4-5 سيتات. شكرا لكم، هذا انتقال للزملاء في الاستديو.